راقة تحتوي على منشآت رياضية يعني تعتبر ضخمة يعني نحكي مثلا عن المدينة الرياضية بالراقة كانت منشأة يعني تحتوي ألعاب شتى الألعاب يعني كرة الطائرة كرة اليد كرة السلة الملعب نفسه كرة القدم لكن نتيجة الحرب اللي مرت علينا من خلالها تم تدمير قسم 70% يعني من المنشآت تدمر يعني احكي على الصالة الرياضية يعني الحسين هي على الأرض طبعا الملاعب اللي كان يلجؤون لها الرياضيين صارت عبارة عن سجون صارت عبارة عن معتقلات نتيجة الفصائل اللي اجت اللي مرت خلالها العشر سنين الرياضيين طبعا مر بحالة ركود يعني جيل عمره اليوم طفل عمره 10 سنين اليوم ما يعرف شيء عن الرياضة نتيجة عدم وجود منشآت رياضية طبعا هذا المسبح أيضا دمر على أيام داعش طبعا بعد إزالة الركام الموجود به وتنظيفه من قبل دائرة الخدمات الفنية في لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني طبعا حاليا العمل استمر لمدة شهر في تنظيف هذا المسبح وإعادة تجهيزه المرحلة الثانية راح تتضمن إعادة تأهيل الصالة أو المطعم الموجود في هذا المسبح وتأهيل المستلزمات الثانوية في هذا المسبح وإن شاء الله في الأيام القادمة سنقوم بافتتاح هذا المسبح